وذكر حجاج العراق خبر وفاة الأمير عبد الصمد بن علي بن عبد الله العباسي، وهو عم الخليفة أبي جعفر المنصور. تولى على مكة والطائف، ثم ولي المدينة إلى أن عزله عنها الخليفة المهدي. ولاه المهدي بلاد الجزيرة سنة 62 للهجرة، ثم عزله بعد سنة وحبسه إلى سنة 66. بعدها أخرجه المهدي من حبسه ووله دمشق، ثم عزله، وتوفي في العراق عن عمر ناهز 79 عاماً.